من في إطار برنامج حنين ونحن معكم على أثير الإذاعة الوطنية المغربية من طنجة من هذا الجسر التواصلي مع إخواننا مغربة العالم. المحطة الثانية اللي غادي تكون في هذه الحلقة غادي تقودنا لهولندا حيث يوجد صديق البرنامج وصديقنا السي الخضر لوكراب اللي هو رئيس الغرفة التجارية والثقافية العربية الهولندية أيضا هو رئيس مؤسسة المستهلكين الهولنديين الجدد. مرحبا بك السي الخضر. سيدي مساء الخير وباقة ورد وزهور هولندية لمغاربة الداخل وعامة ومغاربة العالم خاصة، وأشكركم لاستضافتي في برنامجكم حنين البرنامج الأسبوعي لمغاربة العالم، وأصفه بالجسر الذهبي التواصلي لمغاربة العالم مع الوطن الأم البلد الحبيب المغرب. بارك الله فيك السير خضر. إذن طبعا كنعرف بأنكم نشيطين وبأن هناك مجموعة من الأنشطة منذ آخر لقاء كان عندنا معكم، ولكن نبغي نركز عند أحد الأنشطة المهمة اللي هو حوار الأديان، ولأنه أيضا سؤال الساعة الآن في العالم هذا ما يتحدث عنه حوار الأديان، تسامح وغيره في ظل ما يقع في العالم طبعا، وفي ظل يعني هذه الصورة التي يراد للإسلام أن يتخذها وهو في الحقيقة براء من هذه الصورة، ربما يعني الإسلام في عمقه في أصله متسامح، ولكن بأخطأ بعض المسلمين ربما هي اللي كتجعل هذه الصورة غير صحيحة لدى الغرب عن الإسلام. ومحاولة منكم طبعا أنتم وغيركم من المسلمين في مختلف بقاع العالم تحاولون طبعا توضيح هذه الصورة من خلال لقاءات مثل هذه، وخاصة في المغرب على اعتبار أن تاريخه يشهد له بتسامحه وبتعايش يعني أديان السماوية خصوصا على أرضه بسلام لمدة قرون، ولازال الأمر كذلك. فإلا بغينا نتوقفوا عند هذا النشاط تحديدا السير خضر ديال تسامح الأديان وديال هذه العلاقة التي يجب أن تربط بين الأديان والصورة الجميلة التي يجب أن نرى بها الأديان. نعم معكم حق، فأنتم متبعين الأحداث اللي كتوقع والأنشطة اللي كيقوموا بها المغاربة في هولندا. ففعلا هناك حدثين، الحدث الأول بعد أحداث باريس وكوبنهاغن اللي كانت وقعت في ديسمبر ويناير من هذه السنة، نعم. بالإضافة إلى اليمين المتطرف اللي عندنا في هولندا على وشيرت فيلدرس زعيم حزب الحرية في تصريحات ديالو ضد المسلمين، نعم. فهذا جعل الحقوقيين ودعاة التعايش والتسامح المغاربة باش يقوموا بواحد ندوات لحد الآن قامت منذ شهر ديسمبر آخر لقاء معكم 40 الندوات، نعم. فأول شمعة كانت لحوار الأديان كانت في نورد فيك، نظمتها مؤسسة بير إيفنت كترأسها الأخت حنان الغزواني، نعم. وهي مؤسسة الحدث الجميل ومؤسسة مرحبا كذلك. هذا اللقاء الأول أعطى دفعة وكانت مبادرة طيبة تشجعوا من خلالها الإخوان خاصة المغاربة المسلمين في هولندا، تبعها ثلاثة ديال لقاءات حوار الأديان. ثاني يوم كان في مدينة نورد فيك، والثالث كان في أمستردام، والرابع مؤخرا كان في مدينة ليدن اللي كيحضروا فيه طبيعة الحال ممثلين عن جميع الديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية، وبحضور كذلك مرة دائما سفير صاحب الجلالة في هولندا كان حضروا القناصلة، وفي حدث ما حضر السفير فرنسا في لقاء ليدن، نعم. عبروا في المغاربة في هذا اللقاء على أنهم متعاطفين مع ضحايا باريس، وكذلك أن المغاربة هم دعاة للتعايش والتسامح، وبينا بأن المذهب المالكي ديال المغاربة اللي متابعينه في منذ الأزل منذ دخول الإسلام إلى المغرب لازلنا متشبتين به، ونحن بعيدين جدا البعد عن التطرف وعن الإرهاب، رغم أن هناك بعض حالات شاذة وأشخاص يعني سواء الشباب أو بعض الأشخاص اللي كينتميوا إلى الفكر المتطرف
فنحن براء منهم كمغاربة مسلمين، وأينما وجدنا فنحن دعاة للتعايش والتسامح. نعم، والغريب في الأمر السي الخضر هو أنه الآن يعني كل هذا التطرف بما الأشكال اللي كنشوفوه اليوم، سواء الشباب اللي كيحاولوا يمشيوا للانضمام إلى تنظيمات اللي هي متطرفة في الشرق الأوسط، في سوريا أو في العراق وفي غيرها، هي هم شباب من أوروبا اللي في الحقيقة هم مخلوقين وكبروا وقراوا في أوروبا، يعني رغم أن أصولهم مسلمة ولكن التربية ديالهم كلها والنشأة ديالهم وحتى الخلق أو الولادة ديالهم في أوروبا، يعني كل ما تلقوه من تطرف تلقوه في أوروبا. أضيف إلى ذلك أيضا حتى بعض الشباب الأوروبي الأصل اللي هما حديثي عهد بالإسلام وتشبعوا بهذا الأفكار لأنهم طاحوا في أيادي ربما ما رحمتهمش وودتهم لطريق آخر غير الطريق اللي هو طريق الإسلام. نعم أخي، نأكد على واحد الحاجة قبل ما ندخلوا في هذه المسألة ديال الشباب المسلم المتطرف خاصة المغربي، هو أن مسألة ديال الإجرام ومسألة التطرف ليست لها حدود وليست لها دين وليست لها، فهناك أحزاب سياسية متطرفة، كاين مثلا يكون شيوعي متطرف، يمكن يكون ماركسي ليني متطرف، يمكن إسلامي متطرف، يمكن ليبرالي متطرف، على أي اللي بغيت نأكد عليه باش المشروع، أنا كنقول بأن الشباب المغربي وبريء، لكن كنقول بأن 40 مليون لابد تلقى فيها يعني تلقى فيها ناس متطرفين، ولما كنقول تطرف أنا كنوصفهم بالإجرام يعني مجرمين. أما معنى الإنسان كيأمل بواحد الفكر اللي هو عدواني ضد الآخر، فسواء في الدين أو فقط في المعاملة، وخا يكون كما كيأمنش يكون متطرف، فهو تنسميه أنا مجرم. نرجع لك القضية ديال الشباب المغاربة، الشباب المغاربة ونتكلم على هولندا اللي كنعرفها مزيان، هو أن هناك عدة عوامل. العامل الأول، هناك بعض الشباب الذين يعانون من أزمة الهوية. أزمة الهوية بمعنى من أنا؟ هل أنا مغربي؟ هل أنا برباري؟ هل أنا عربي؟ هل أنا هولندي؟ رغم أنهم عندهم الجنسية الهولندية، لكن في أقليلة اللي كتوصل 80 مغربي اللي هما من هولندا الآن اتجهوا موجودين في الشرق الأوسط، فيما يسمى بين قوسين الجهات السورية والعراق. على أين هادو؟ قلت لك السبب الأول هي أزمة الهوية. السبب الثاني هو ما ذكرتموه أنتم، هو أنهم كيسقطوا في أحضان بعض الجماعات المتطرفة، وإحنا كنعرفوا هذه المسألة أنه ولات فيها البيزنس. يعني كي نعطيك مثلا عندنا هنا في هولندا ثلاثة المغربيات اللي هما قاصرات، هذوك ثلاثة المغربيات اللي قاصرات كذبوا عليهم بعض الناس من بلدان أخرى، وهذوك الناس على حسب علمي أنهم إذا استقطبوا شي واحد فكيمكن لهم كيربحوا واحد القدر ديال المال من طرف العصابات الإرهابية. فإذا حقيقة أن هادوك الناس اللي هما كيحاولوا يجيبوا هاد الشباب هادو هما عندهم عملية بعيدين على الدين. هادوك عندهم عملية بيزنس، عملية ربح. شحال ما جابوا ديال الناس شحال ما كيتقدروا عندهم العمولة ديالهم، العمولة على كل فرد جابوا، يعني استطعوا أنهم يستميلوه الفكر ديالهم. بالضبط تماما، كيقنعوهم بالطريقة ديالهم. هناك ما يسمى باللوفر بوي، وهناك ما يسمى بقضية ديال الدين، كيدخلوهم بأن الجهات في سوريا في كذا كذا كذا، كيغسلوا لهم الدماغ ديالهم، لكن الهدف ديالهم هو الربح المادي. على أي رجال الشباب المغاربة هما أنهم كيسكنوا مساكن في لما كتكون مشاكل عائلية، ما كيكونش الأسرة كتنتابه وكتكون عاطية أهمية تهضر مع أولادها، فهاد الشباب هذا كيصدق من قلة الحنان ومن قلة الأهمية في العائلة أنه كيسقط في حضن بعض العصابات الإجرامية. هذا من جهة. وكون معايا اللي نكونوا واضحين فيه، هو أن المغاربة ما تلقاش إلا المغربي اللي متشبع بالمذهب المالكي وكيأمر بالتطرف، هذه واضحة. لكن عندنا هنا في هولندا وإسبانيا وبلجيكا أننا هناك بعض الدعاة مشارقة، وأنا كنقولها بكل وضوح. هاد الدعاة هادو أنهم كيفاش كيفسروا الجهاد؟
كيف يفسروه وكاينين في المساجد. فما نخفيوش هذه المساله هذه، لان كيف يفسروا الجهاد على انهم كيقولوا لهم 100 ديال ولا 80 ديال حور العين غادي تمشي وغادي تكتب غادي تكون تفتح لكم الجنه وسبع سماوات سبع طبقات زيد 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 زيد, زيد. كيغسلوا الدماغ ديالهم. فهادو ماشي مغاربه، هادو الناس عندنا هنا في هولندا وبلجيكا اللي هما من المشرق العربي، ناس اللي متشبعين بافكار بعيده عن المذهب المالكي. وهذا واضح لنا سواء في الشارع في المساجد في المؤسسات الاسلاميه. واللي بغيت نعاود نشير ليه هو غياب إذا جينا نهضروا التطرف نهضر حتى التشيع. نعم. التشيع كاين معروف المده الاخيره في اسبانيا في بلجيكا. نعم. وبدا كيدخل لهولندا. نعم. هذا التشيع هذا هناك واحد المؤسسه ايرانيه اللي سميتها مؤسسه اهل البيت. نعم. اللي كتحاول تقطب بعض الاسماء المعروفه من المغاربه في الحق الاسلامي. نعم. وكتعقد معاهم، وربما هاد الناس هادو سواء من اجل ربح المال. نعم. يعني كيمولوهم يعني ماشي قناعه. نعم. اللي هي قناعه ديال الدين او قناعه ديال المذهب، لا، هناك دائما مصلحه، دائما سياسه وراء هذه الامور. نعم. الامور دائما. نعم. وراءها سياسه، ماشي وراءها اللي يعني حب الدين ولا حب الله ولا يعني التدين كما قلته في عمقه، يعني في اللي كيهذب النفس واللي كيرقب الاخلاق. تماما، لان نحن المغاربه معروفين اننا نحن سني المذهب وشيعة الهوى. نعم. فما كتبقاش بيت في المغرب اللي ما فيهش الاسم ديال فاطمه وعلي وحسن والحسين فحنا حب آل البيت معروفين به. نعم. ولكن هاد الناس هادو لاسباب سياسيه، لاسباب اجتماعيه، لاسباب كما ذكرتوا انتوما ايديولوجيه وسياسيه. نعم. كيحاولوا يستقطبوا هاد الناس. وهنا نشير غياب التاطير الديني ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. نعم. في هاد البلدان الاوروبيه. نعم. علاش؟ لان حتى وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه انا بعض المرات كنفهمها لان ما يمكنلاش الدخول هنا في المساجد وتاثر، لان المساجد ما تابعاش اللي عندنا في اوروبا. نعم. ما تابعاش لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. وماذا عن المجلس العلمي في اوروبا يعني والاعضاء ديالو يعني في هذا الجانب كيف يحاولون يعني التصدي لمثل هذه الامور السي الخضر؟ يا اخي انا قريت عليه سمعت عليه فقط بان هناك مجلس كاين علمي في بلجيكا، لكن ما عمرو زرنا هنا في هولندا، ما عمري سمعت عليه، ما عمري شفت الدور ديالو، ما يعني اسمه على مسمى بصراحه. ما هناك خصائص، هناك. نعم. هناك ربما قضيه التواصل، ربما. نعم. كما قلت لكم ان المساجد هنا كتكون مستقله. نعم. المحسنين هما اللي يخلصوا. نعم. ولذلك ربما هما غادي يكونوا كيعارضوا اي خطيب واي داعيه جاء عن طريق جهه رسميه سواء كان مجلس علمي او وزاره الاوقاف. فمثل هذه المساجد اللي كتكون مستقله كيكون عندها الحساسيه من ما هو رسمي، يعني اللي كيجي عن طريق اي الدوله ديال اي جاليه قد يكون مرفوضا. هذا من بين الاسباب معكم. نعم. حق استاذي. نعم. انه هذه المساجد اللي كتكون مستقله. نعم. فهناك المغرب كيطلبوا في بعض الاحيان، هناك مساجد ترفض، لكن. نعم. هناك مساجد اللي كيجيوا دعاة. نعم. من المغرب وهو عاد خاصه في شهر رمضان. نعم. موسمي. نعم. هذاك التواصل ما بين المغرب. نعم. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسجد الحسن الثاني كتكون موسمية. نعم. ما كتكونش إلا في شهر رمضان. يعني ليس هناك متابعة لهذا الشباب وتواصل مع وزارة الأوقاف. وأضيف إلى ذلك السي الخضر، يعني في الحقيقة هو وإن المصطلح يعني فيه باقي فيه دائما باقي خاصو يتشرح أكثر، يعني ولكن تجديد دائما الحديث على التجديد في الخطاب الديني، ولا أيضا هاد الوعاد والدعاة اللي كيجيو يتواصلوا مع هاد الشباب خاص الطريقة ديال التواصل خصهم يبتكروا طرق أكثر قربا لهاد الشباب واللي كتماشى مع العقليات ومع العصر ديال هذا الوقت، ماشي الطريقه القديمه ديال الالقاء يعني بدوك المصطلحات المتينه، يعني الفقهيه العتيده اللي هي صعبه ديال انها يفهمها اللي هو على درايه، فما بالك واحد انسان
إنسان تعوزه اللغة العربية، كيعرف غير الهولندية ولا الريفية، خصوصا في هولندا وفي بعض البلدان، يعني حتى نوع الجالية المغربية هناك إما كتعرفش الحاولة كيعرفوا اللغة ديال البلد الأصل. ف تجديد في الخطاب أو في طريقة التواصل مع هاد الناس ضروا هي عبء على عاتق يعني المدبرين وعلى عاتق هاد الدعاة والوعاد اللي خصهم يلقاو طرق للتواصل مع هاد الناس وتماشى مع رغباتهم باش يقربوا لهم. معكم حق، هناك بعض المساجد عندنا في هولندا لما تقول له مغربي غادي يجي كواعد انه مغربي ولد بلادو كانه ما قاريش ما كيفهمش، لكن لما تقول له ولات عندنا موضة هنايا في المساجد انهم كيجيبوا واحد من المشرق العربي. ربما انكم واحد الظاهره خاصه عشنا هنا واحد الشهرين في هولندا هو ان المخابرات الهولنديه والدوله الهولنديه منعت بعض الوعاد المشارقة نظرا لأنهم كانوا تبعوهم ولقاوهم في بعض الخطب ديالهم أنهم كيدعيو للجهاد بين قوسين وكانوا منعوهم. نذكر لك من بعض المساجد، واحد كاين في البرسوم، واحد كاين في إيندهوفن، هناك مدينة يوتريخت، هناك بلا ما نجبد الأسماء ديال هاد الوعاد مع احترامي ليهم، لكن الظاهرة كاينة. بالنسبة للتواصل اللي رجع لك ليها، التواصل معكم حق أخي. علاش؟ لأن كيفاش حنا عندنا 95% ولا 90% أنا في هولندا ومع مازيغ بربر ما كيتكلموش اللغة العربية، وكيجي الخطيب كيتكلم اللغة العربية، وأنا هذا الشيء شفته كنعيش حتى في المساجد، كيكونوا الناس جالسين حدايا ما كيعرفوش ذاك الخطيب شنو كيقول. فلو لأن التواصل باش تفهمني وأنا فهمك، تكون اللغة باش نتفاهموا واحدة. واحدة. فلو حقيقة في المدة الأخيرة هناك تطور، هناك بعض المساجد خطاب كدير بالأمازيغية، وهناك كذلك شبان مغاربة اللي كيلقيو خطاب كذلك، بالأول كتكون بالعربية ومن بعد كتكون ترجمة صغيرة بالأمازيغية ومن بعد كتكون ترجمة بالهولندية. وهناك دروس حاليا في المساجد كتعطى يوم الأربعاء في العشية ويوم الجمعة بعد الظهر للشباب كتعطى لهم باللغة الأصلية اللي هي اللغة الهولندية اللي كيعرفوها الجيل الثاني والثالث. نعم أكيد، لأنه هذا من شأنه أن يفتح عقول هاد الشباب على ما هو على واقع الحال وعلى النمط ديال التدين المغربي اللي هو وسطي ومعتدل كيف قلتي، يعني مذهب مالكي وعقيدته أشعرية، وطبعا تمشيا مع التصوف اللي هو يهذب السلوك والأخلاق، هذا المذهب في المغرب. فمن شأن يعني هاد الشباب لما يفهموا الوعاد والخطباء المغاربة اللي كيجيو لهم كيفاش كيتكلموا، أنهم غادي يتبناوا الخطاب اللي هو قريب لهم واللي هو متسامح واللي هو ديالهم، لأن في كل الحالات غادي يكون كيتكلموا لغة واحدة، يكونوا كيتكلموا بمنطق واحد. لذلك يعني وأعتقد بأن هناك تجربة الآن في المغرب واللي هي أصبح قبلة فيما يخص تكوين في التأطير وفي الوعد والإرشاد بالنسبة للدول الإفريقية، وحتى بالنسبة لبعض الشباب من فرنسا اللي غادي يتلقوا تكوينهم هنا من أجل يعني الوعد والإرشاد في فرنسا. أتصور أن المسألة ربما قد تتسع إلى بلدان أخرى، وعلى حسب ما تبعت في الإعلام أن أيضا الهولنديين معجبين بالطريقة التي يدبر بها المغرب ملفه الديني وملفه يعني الأمني فيما يتعلق بالإرهاب، ويودون الاستفادة من هذه التجربة، وهذه مناسبة أنهم يتواصلوا ويعملوا يد في يد من أجل حماية الشباب. معكم حق، وهذا ظهر في زيارة وزير الشؤون الاجتماعية الشهر الأخيرة للمغرب، وكان عبر عن رغبته في التعامل مع المغرب فيما يخص الحق الديني. ربما في المستقبل ان شاء الله يكون واحد التبادل ديال تكوين الائمه في المغرب، ولما لا ربما احداث مدرسه دينيه هنا اللي مقصر فيها المغرب في الحقيقه، مدرسه بالدير المذهب المالكي هنا في هولندا، لما لا؟ ومن خلالكم كذلك اخي، غيره على الجاليه وعلى مغاربه الاعلام، فادق ناقوس الخطر ديال ظاهره التشيع، فلا بد للمغرب وللحكومة وللمسؤولين أن يعطوا اهتمام للشباب، ويكون تواصل عبر القنصليات والسفارات في الخارج من أجل باش يكون هاد الشباب ديالنا كيتبع المذهب المالكي اللي هو كما ذكرتم نتوما صبح عليه إقبال كبير، ليس فقط من أوروبا وكذلك من دول إفريقيا. فمن خلالكم أتمنى أن تهتم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومسجد الحسن الثاني و
ومجلس المغاربة وكل المؤسسات اللي كتتم بالجالية المغربية أنهم هذا يعطي واحد اهتمام كبير للحق الديني. وإلا 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 فبعد 10 سنوات فالشباب سيتجه إلى ما لا يحمد عقباه. ونتمنى وإن شاء الله خير. وأكيد ربما هذه الطريقة تبدأ من تأطير القيمين على المساجد وعلى الجمعيات الإسلامية هناك لأنهم هما الأساس في العملية, يعني تأطيرهم وتشبعهم بالإسلام الوسطي, بالإسلام كما ارتضاه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم باش يحميو الشباب. لأنه كيف قلتي إلى اتجهوا اتجاه ديال المتاجرة بالدين الأمر يعني ما غنتظروا إلا كوارث على الشباب ديالنا. تماما, فكنتمناو احنا كنديروا مجهودنا سواء الإنسان اللي هما حقوقيين وناس اللي في الحق الجمعوي في هولندا هناك غير على الشباب. فاحنا كنقولوا كجيل أول جينا من المغرب وجينا كبار وعارفين ومتبعين المذهب المالكي. فاحنا ما غاديش يجي واحد اللي من مذهب آخر أو مع كامل احتراماتي اللي يمكن يبدلك, لأن هناك موجة هنا في هولندا لابد أن أشير إليها. فهناك واحد الموجة دي المجموعة من الشباب اللي كتلقى في بعض المؤسسات وكتعطى لهم بعض الخطابات الدينية متطرفة. فأدت إلى ودي أشتأنا في بعض العائلات أدت إلى أن بعض الشباب المغاربة ولو عمروا لهم ريوسهم ولو كيفقروا واحد تفكير أن أبائهم ما كيسلموش عليهم كيزاويو في البيت ديالهم, ما يعني واحد الفكر اللي هو ما عرفتوش أنا ما عرفتش يعني هاد العمليات تتم سرا تتم في العلن. كيفاش كتتم هذه العملية تصير خضر يعني بأي طريقة؟ لأنه كنعرفوا اليوم هذه شبكة التواصل على قدر ما فيها من الإيجابي فيها ربما من السلبي أكثر بالنسبة للشباب اللي هو باقي محتاج توجه. أنا غنوصف السؤال كما كتوقع هو أن هناك بعض المجموعات هنا في هولندا كيكون واحد الشاب اللي كيكون كيتقن الهولندية ويدعي أنه كيفهم في الدين الإسلامي. فالشباب لما كيكون عنده 18 عام 19 20 24 كينجر كيكون حب الاستطلاع سواء على شبكة التواصل فيسبوك أو تويتر أو كيكون سهل التواصل فكيتاح في هذه المجموعات هذه كيكونوا مجموعات كيديروا مرة في الأسبوع بعض اللقاءات في بعض المؤسسات لأن القانون الهولندي ما يمكنلوش يمنحهم. الآباء ما كيكونوش عارفين حتى كيبان له الشكل ديال ولده والتعامل ديالو بعد 3 شهور ولا 6 شهور كيتوصلوا للدماغ عاد كيعيق بأن الولد ديالو أصبح تابع شي 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 مجموعة. وكتكون هاد الجماعات كتلاقى وكيكون واحد فيهم اللي كيديرهم كيعطيهم خطب دينية وكيبيناتهم عبر الهواتف كيتصلوا كيتلاقاو. فالإنسان إذا كان كيمشي ولدك ما بين 12 ديال النهار حتى 6 ديال العشية ما كتعرفوش فين مشى. فللأسف هناك بعض المجموعات اللي كتعاني من هاد المشكلة هذه. هناك بعض الآباء اللي كيفيقوا فقبل وهناك بعض الآباء اللي صابوا ولادهم من بعد عام تبدلوا فكيجي صعيب انهم يرجعوهم. هذا مشكل ماشي كثير ولكن بين المشاكل اللي يمكن لي نذكرها تتعاني منها الجاليه المغربيه مع ابنائهم هنايا في هولندا. اليوم أصبح الكل كيفهم في الدين وكل شيء كيفتي في الدين وكل شيء صغار وكبار يعني بدون دراية الكل أصبح يفتي في الدين للأسف. نعم معكم حق. فكل شيء ولا مفتي كل شيء ولا كيفهم في الدين كل شيء ولا رغم أنا الوصية ديالي شنو كنقول دائما لأي واحد كنوصيه كنقول له أركان الإسلام الخمسة عرفها وفهمها وما تفرجش فيها غتدخل الفرع غتلف. فالإنسان شنو يشد أركان الإسلام الخمسة ويطبقها ويكون التسامح ويكون حب الخير للآخر ويمشي حتى إن التبس عليه الأمر كاين أولي العلم وكاين مجالس وكاين هناك دعاة اللي هما يزولوا من راسهم ديك الأفكار ديال أن كل شيء رسمي راه هو كيتحدث بواحد اللغة ولكن في الدين ما فيهش ديك الأمور هذيك. لكن هنا كنطرح مشكل التواصل هنا كتكون عاود مشكل اللغة. كتلقى إمام كيهضر غير اللغة العربية ولا الشلحة هذاك الطفل ما كيعرفش اللغة العربية ما كيعرفش فحتى
حتى من بين الأسباب اللي كجلات الشباب يمشيوا مع هذه الجماعات هو مسألة ديال اللغة. أنهم ذاك الشاب كيتكلم لغتهم وكيستطع يأثر عليهم. والشباب كيكون ما عارش في الدين عنده حب الاستطلاع. فكما كتعرف خاصة في السن ما بين 18 عام 24 فهناك سن دائما الإنسان كيحاول ما أمكن يبحث ويصور ويعرف، للأسف كيطيحوا في هذه المجموعات هذه. للأسف نتمنى طبعا خيرا لكل الأبناء ديالكم السي الخضر والأبناء المسلمين أجمعين طبعا من أجل تحسين صورة الإسلام اللي حاولوا يعني يمكن هناك يعني هذا النظام العالمي الجديد مسؤول إلى حد ما فيما يحدث، ما غنقولوش المسلمين هما يتحملون فقط، دائما احنا كنحملوا نفوسنا للمسؤولية، ولكن المسؤولية يعني هي أكبر من ذلك وأبعد من ذلك. نتمنوا التوفيق للأباء أيضا أنهم ينتبهوا لوليداتهم، كنعرفوا الأمر صعب في مجتمع بحال المجتمعات الغربية وما يمكنش للأب ولا الأم يتبعوا للأبناء ديالهم بالدقيقة والثانية لأن هذا غيقيد الحرية، ولكن أيضا هذا على الأقل المراقبة من حين لآخر كيف قلتي لما يتغير السلوك في البداية دياله ينتبهوا ويبحثوا لماذا تغير السلوك حتى يطمئن القلب ديالهم. شكرا لك السي الخضر لوغراب، ولقاوك فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا، وخير ما أختتم به عبر برنامجكم هو قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن مع أننا مغاربة العالم كنعيشوا مجتمع اللي هو متعدد الثقافات، مدينة واحدة فيها 160 جنسية 170 جنسية. فهاد الآية هذه ربما لازم نخدموا بها ونعملوا بها لأننا ما كنعيشوش في بلد إسلامي لكننا خصنا نتعايشوا مع المجتمعات الأخرى. وهذا كيبين أيضا دعوة الإسلام والمتسامح، لأنه أنت عطيتي خير مثال ديال تسامح الإسلام وديال أنه دين ديال كل زمان وعكس ما قد يراد أن يروج له من طرف البعض. شكرا لك السي الخضر، كيف قلت تحية لك ولكل المغاربة هولندا وكل مغاربة العالم، وغادي نلقاوك فرصة أخرى إن شاء الله السي الخضر. طبعا سيداتي سراتي ما غاديش نختموا حلقتنا هذه، مازال معنا محطة أخرى غادي نرجعوا بعد قليل دائما في إطار برنامج حنين.